بنتي مشات ليا، بنتي ضاعت، بنتي ضاعت، وبنتي الاخرى باقا في يد الله. بنتي مشات ليا، طاحوا على جوج سخوفه، طاحوا على جوج سخوفه. عدي الله محمد سعيد، عدي الله، عدي الله. كلنا سيدي كنا ناعسين، ضربتنا مشير بخمسة ديال الصباح بحال هكا، طاح سمعنا داك الشيء، طاح السقف، نضنا مخلوعين ما عرفناش كاين، جينا لقينا الدريه طايح عليهم السقف، جوج سوميات، وحده ماتت وحده راه ما بين الحياه والموت. ولدي مسكن راه كيجري في السبيطارات بحال خاطر بنته مسكينه راه في الموت. لا اله الا محمد رسول الله. حنا تكرفصنا هزينا داك الشيء بيناتنا، ولاد الدرب تعاونوا معنا وهزينا داك الحجر اللي طاح. لا اله الا الله. حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين. دابا ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه، دابا منين طاحت ولات الموت عاد جاو، عاد كيسولوا، عاد داروا الباريه، راه انت هادشي اللي كاين. ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه، علاش ما سولوش في الناس؟ راه كاينين ناس اخرين غيطيحوا، هاد راه طيح، هاد اخرى غيطيح، كلشي غيطيح. وشوفوا من حالنا، حنا راه هنا، حنا جالسين ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش باش نكريو. كنت غادي للمسجد باش نصلي صلاة الفجر انا والصديق ديالي اللي هو العساس ديال الدرب، فإذا بنا كنسمعوا الصراخ ديال الأم ديال البنت خولة اللي هي الضحية، والأخت ديالها خلود كيغوتوا، الأم ديالهم كتغوت والأب ديالهم كيغوت، لكن بدون جدوى. كيف تشوفوا معنا السقف طاح على هاد البنات هادو اللي جبنا من تحت من السقف. ها هي الأم ديال واحد العائلة يتيمة بدون أب. ها هي كيف كاين ما جبرنا في النعس اخويا، حنا باقي الوليدات كتشوف هاكا. تكلمي. حالة الله اخويا، شوفوا من حالنا الله يرحم لكم الوالدين.